بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الهادي حنين، رئيس جمعية مغرب المستقبل. اليوم جمعية مغرب المستقبل كتنظم واحد اللقاء تواصلي مع الشباب الممارسين لفنون الشارع بصفة عامة تحت شعار الشباب قوة خلاقة وطاقة بناءة. هاد اللقاء كيدخل باش نتعرفوا على الهموم ديالهم وعلى المشاكل ديالهم، كيف ما ممكن اننا نشخصوا المشاكل والاكراهات والتحديات اللي كتعيقهم في الرياضه ديالهم. كنحاولوا نشوفوا يعني هاد الرياضه شحال ديال الاشخاص الممارسين اللي فيها اللي حصلوا على الشواهد على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وكانوا كيمثلوا خريبكا وكانوا كيمثلوا افريقيا بصفه عامه في مباريات اللي كانت كتنظم على الصعيد الدولي، وهما بناء من مدينه خريبكا. للاسف هاد الشباب ما عطيناهمش يعني المكانه اللي كيستحقوا، وكان من الاولى اننا نوجدوا لهم فضاءات من اجل ابراز المواهب ديالهم. السلام عليكم، معكم احمد فهيم الملقب بيبا، بطل عالمي في مجال البريك دانس، ربحت بزاف ديال البطولات في افريقيا، الشرق الاوسط، في الامارات، في دبي، في قطر. المهم اهم مشكل اللي كنلقاو في هذه الرياضه هذه هو انه ما عندناش لوكال، يعني بنادم خص لوكال فين يترين. كنتريني واحد قاعه الافراح قدامها، واحد الدس كاين تماك كلشي كيعرفو، ومره كيجيو البوليس يجرو علينا من تماك. بحال ما هكا دابا تيجي الطقس ديال الشتاء، يعني الشتاء بنادم ما يمكنش يبقى يتريني في البرد والشتاء، وبنادم تيكون واصل لواحد النيفو زوين انفو كيوصل الشتاء كيهبط، ما عندوش لا صال فين يترين، يعني كاع داك النيفو اللي وصل ليه كيتضرب في الزيرو، يعني خاصو يكمل بنادم باش يزيد يطلع النيفو. يعني لوكال كيلعب واحد الدور كبير في هذا المجال هذا. ما حاولتوش انكم انتم تاثروا وتدخلوا في الجمعيه؟ شدينا اليسار، ما خلينا ما درنا، ولكن ما ديما هنا اللي صار فهمتي تيبقاو يقمعوا هذا المجال هذا، تيعتبروه تسلقين، تيقول لك الفن ماشي مع بنادم تيدور على راسو، واش هذا مسطي شنو كيدير، ماشي بحال تي عنده في المارشال ارتس فهمتي، مارشال ارتس كونغ فو كاراتيه، يعني تيعترفوا بهذ الفنون. فنون بالنسبه لمدينه خريبكا نجبت ابطال كثار في هذا ال... كاينين بزاف، كاين ذا فاميلي كرو، الدراري اللي وصلوا حتى الفينال في ارابس غوت تالنت تعرفهم طارق وسمير، كاين انا نيت ربحت بطولات في دبي، بطولات عالميه راه ديجا قلتهم في الاول. كاين بزاف ديال الدراري، كاين واحد الدري سفيان ابو مليح حتى هو رابح بزاف ديال البطولات، كان ماشي في بريك دانس بحال الفن اخر، نقدروا نكونوا حتى هو داخل في لا دونس هيب هوب نيو ستايل تيتسمى. شنو الاقتراح ديالكم ان هذه الرياضه هذه تنجح في مدينه خريبكا؟ شنو هما الحلول؟ الحلول هو خاص الدراري ديال هذه الرياضه هذه تاثروا، يعني شي جمعيه تردم ليها وتعطيهم لوكال فهمتي، تعطيهم حقوق ديالهم، تبدا تنظم لهم دي كومبيتيسيون دي فيستيفال فهمتي، يكونوا ناسيونال بعد في البدايه. شكون قال يقدروا يوليو انترناسيونال بروميير ايديسيون دوزيام ايديسيون؟ تقدر الفكره توصل شكون عرف؟